نروح بقى كمان لنادي بلدية المحلة اللي اتعادل امبارح سلبيا مع الزمالك، وبينضم لنا دلوقتي عبر الهاتف كابتن حمادة علوي مدير الكرة بنادي بلدية المحلة. يا كابتن برحب بحضرتك ومنورنا هنا في مداخلة في اخبار اون تايم. انا برحب بحضرتك يا استاذه لينا وحضرتك منوره الشاشه. لازم في البدايه كده اقول لحضرتك ان الفريق اكيد اتعادل طبعا امبارح مع الزمالك سلبيا، وشفنا كمان حصول احمد حسين حارس البلديه على لقب افضل لاعب في المباراه. والحمد لله، بنقول الحمد لله على النقطه بتاع التعادل، بس احنا كنا بنامل في الفوز، كنا محتاجين الفوز ومحتاجين ال3 بونت. الفرقه امبارح كانت اداء جيد جدا، كان ناقصها بس عامل التوفيق، مضيعين اجوان كتير جدا. لعب نادي الزمالك، نادي الزمالك بطل افريقيا وبطل الكونفدراليه وفرقه كبيره ومعاه جمهورها. في سوء بخت بيلازم الفرقه، بقى لنا كام ماتش من يوم كابتن كشري جه، اداء جيد وروح كويسه جدا من اللعيبه، بس في سوء توفيق. يمكن ربنا عين لنا حاجه في المباراه الجايه، موضوع صعب جدا طبعا، 4 مباريات محتاج منهم عدد النقط كتير، مستنيين تعثر المنافس كمان، منافسين يعني. ف يعني احنا بنتكلم مع اللعيبه ان طول ما في امل لسه ان شاء الله، فلازم نشتغل عليه يعني. كابتن يعني امبارح شفنا بعد المباراه ان كابتن احمد كشري المدير الفني كان عنده حاله كده من الزعل والحزن، كنا عايزين نعرف ايه اسبابها. محتاج المكسب، كنا محتاجين مكسب، واحنا كنا شايفين ان الاداء امبارح والفرص اللي ضاعت ممكن تدينا ال3 نقط، وكان هيبقوا 3 نقط غاليين جدا جدا، كان هيقربونا جدا، هيبقى فاضل 4 ماتشات والمنافس بيننا وبينه الفرق 3 نقط، فكنا هنعرف نضغط على الفرقه اللي احنا بننافسها بقوه. فهو زعلان على كده، اداء كان جيد جدا بشهاده الجميع، عدد فرص لما تكون تلعب نادي الزمالك حضرتك بتعيد الاهداف اللي ضايعه فوق ال6 7 فرص مؤكدين، فهو كان زعلان من كده، مش زعلان من اللعيبه بس، عارف ان في سوء توفيق، احنا برضو مش عارفين لغايه دلوقتي سببه ايه يعني. بصراحه لازم برضو اسال حضرتك وتطمننا على لاعب محمد صابر مدافع الفريق، احنا عارفين هو اتصاب في المباراه، فعايزين نعرف كده بقى حضرتك تطمننا على اصابته وعلى حالته دلوقتي. هو محمد صابر لسه قافل معايا حالا، هو وراح يعمل اشعه، لسه ما بانش في ايه، وان شاء الله يبقى خير يعني، يعني ممكن على النهارده بالليل او بكره الصبح نعرف الحلقه ان شاء الله. بس هو لسه من ساعه لسه ما راحش الدكتور، لان هو محمد من بره القاهره يعني، ف يا دوبك روح البيت امبارح، والدكتور رؤوف فوده اللي هو رئيس الجهاز الطبي عندنا كان معاه على طول ومرافقه يعني سواء في التليفون، وهو هروح يعمل اشعه كمان ساعه وان شاء الله نعرف فيها ايه ونبقى نبلغكم ان شاء الله. ان شاء الله اكيد بنتمنى له الشفاء. كابتن برضو لازم اسال حضرتك عن ان مباراتكم الجايه امام سيراميكا كليوباترا اكيد هتكون برضو مباراه صعبه، من وجهه نظرك شايف ازاي كابتن احمد كشري هيتعامل معاها؟ هو حضرتك خلاص، هو ما عادش فيه بديل غير ان احنا ال4 مباريات دولت لازم نلعب كل المباريات على طول، ما فيش اي بديل غير كده. فكابتن احمد هو طريقته كان كده امبارح، بقول لك احنا ماتش ام بي اخر لعبه في الماتش، سمانه عبد السمانه كان ممكن يجيب لنا الفوز، في برضه سوء توفيق، ماتش المصري وماتش فيوتشر بندافع كويس جدا والفرقه ممكن تطلع ببناط برضه، ربنا مش غايب ضربه جزاء بتاعت المصري، فيعني احنا نعمل الماتشات الجايه عندنا 12 بونت في الملعب، لو قدرنا نحصدهم او نحصد اكبر عدد نقاط مع تعثر المنافس يبقى ان شاء الله ربنا كاتب لنا ان احنا نبقى موجودين السنه الجايه في الدوري ان شاء الله. كابتن بما ان حضرتك بتقول لسه ان طبعا المباريات المقبله مهمه جدا للفريق، عايز اعرف هل هيكون في اي نوع من انواع المكافئات الاستثنائيه في حاله الفوز في بعض المباريات اللي جايه لتحفيز طبعا اللاعبين؟ وطبعا يعني الوقت ده مش توقيت اللي احنا نقول كده، بس هو طبيعي المجلس ده اصلا مش باخد على حاجه ولا اي حاجه، بس اللعيبه بتاخد مكافئتها تاني يوم على طول، بس يكسبوا بس، الناس مش هتاخر علينا في اي حاجه، النادي موفر لهم مكافئاتهم، موفر لهم مرتباتهم، حتى لو اتاخرت بتاخر شويه صغيرين زي الانديه كلها الجماهيريه، وبعد كده بنسدد، احنا محتاجين المكسب وبعد كده كل حاجه تتوفر ان شاء الله. كابتن حماده علوي مدير الكره بنادي بلديه المحله، بشكر حضرتك جدا على مداخلتك معانا في اخبار اون تايم.